اعتبر برناردينو ليون المبعوث الأممي إلى ليبيا أن هذه الخطوة بالغة الأهمية من أجل إحلال السلام الذي يسعى الليبيون إلى تحقيقه. وأوضح المبعوث الأممي أن هذه الاتفاقية ستسمح لليبيا بالتقدم والتوفيق بين المصالح المشتركة، كما أنها تتضمن الخطوط العريضة إلى أن يتم اعتماد دستور للبلاد. إن التوقيع بالأحرف الأولى على المقترح الأممي لإنهاء الأزمة الليبية بمدينة الصخيرات المغربية سيساعد على إنهاء الصراع الذي عصف بليبيا منذ سنوات. هذه خطوة مهمة نحو تحقيق السلام الذي يتمناه الشعب الليبي.